السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا أعزائي أولياء الأمور مع موقع نذاكر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن هنكمل مع بعض درس الجذور التكعيبية للعدد النسبي. مثال: يقول لي استخدم التحليل لإيجاد قيمة الجذر التكعيبي للعدد 27. لإيجاد قيمة الجذر التكعيبي هعمل ايه؟ هعمل خط في المنتصف بالشكل ده، وهحط 27 على يمين الخط، واشوف ايه العدد اللي 27 تقبل القسمة عليه. فعندي العدد اللي يقبل او 27 تقبل القسمة عليه هو 3. فابتدي اقسم 27 على 3 فيها 9، هاخد الناتج اللي طلع واقسمه برضه على 3، فتسعة على 3 فيها 3، الناتج اللي يطلع اقسمه برضو على 3، 3 على 3 فيها الواحد. فانا بقسم العدد بتاعي لحد ما يوصل عندي الناتج لواحد على يمين الخط، واحد على يمين الخط. اذا قيمة الجذر التكعيبي للعدد 27 هو العدد 3، هو العدد 3. يقول لي استخدم التحليل لإيجاد قيمة الجذر التكعيبي للعدد سالب 216. نفس الحل، هعمل خط في المنتصف واشوف العدد 216 بيقبل القسمة على ايه. ف216 بتقبل القسمة على الاتنين، على الاتنين. ف216 على الاتنين فيها 108، 108 على الاتنين فيها 54، وال54 على الاتنين فيها 27. هتيجي تقسم بعد كده 27 على الاتنين مش هتقبل القسمة على الاتنين، فهشوف عدد تاني بعد الاتنين تكون 27 بتقبل القسمة عليه، طبعا التلاتة. ف27 على التلاتة فيها 9، والتسعة على التلاتة فيها 3، وتلاتة على التلاتة فيها الواحد. إذا جذر التكعيب السالب 216 بيساوي السالب، هينزل زي ما هو، واتنين اللي هي دي في 3 بيساوي سالب 6. إذا قيمة الجذر التكعيبي للعدد سالب 216 بيساوي سالب 6. تمرين، عاوزينكم إن شاء الله تشاركونا حل المسألة دي في الكومنتات، تقول لنا إزاي شرحتها لابنك أو بنتك. يقول لك استخدم التحليل لإيجاد قيمة كل من أو الجذر التكعيبي للعدد 1000. شكرا لحضراتكم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.